مرحب أحبابي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية يا رب. اليوم بدهمل أنا وياكن وجبة كتير سهلة ورائعة وطيبة. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وكمان الشكر الكبير للمشاهدين واللي عم يدعموني بصفحتي. عنا مرتديلا، اخترت المرتديلا انا اللي فيها حار، انتو حسب الرغبة ممكن تستعملوا المرتديلا الطبيعية وممكن تستغنوا عنا للمرتديلا. كمان عندي بصلة نعمتة بهيدا الشكل، بصلة صغيرة، زيت زيتون، كاسة رز بايت، عندي رز من مبارح، ملح عالذوق اكيد، نص ملعقة صغيرة بهار الكاري، فليفلي وبندورة قطعتهم بهيدا الشكل، وثلاث بيضات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط زيت زيتون، كمان البصلة، حط ملح خفيف، بسم الله، وبقلي البصلة على الغاز. بس قليت البصلة شي خفيف بهيدا الشكل، هلا بحط الفليفلة والبندورة، كمان رح حط الملح وبهار الكاري، خلطهم مع بعض، الوانه بسم الله كتير روعة. رح حط فوق الحوالي ملعقتين طعام مي، حط المرتديلا، كمان بحركهم شوي مع بعض. حط الرز، بسم الله، آخر شيء بحط البيضات. خلطهم منيح، تخليط مستمر. في مشهد اول ما خلطتهم ما طلع باعتقادي بالفيديو، ما بيأثر، بس انه انا عم خلطهم تخليط مستمر عشان يستوي عنا البيض.
اذا حبينا بنحط بدون المرتديلا سفاين دجاج او لحمه مفرومه، او بنحط لحم شقف حسب الرغبة، واذا حبينا نعملها بس خضرة ما منحط اي شيء. هيدا الرز بعد ما استوى واستوى البيض منيح. هلا اطفي الغاز، رح حط بالكاسي. بسم الله، ريحة الكاري كتير كتير طالعة روعة. طريقة كتير حلوة ورائعة كيف نستخدم الرز البايت وما نرمي. هلا بدي احطهم بالصحن. من الافضل اذا انتو بدكم تعملوه على جنبه دجاج او لحمة ما تحطوا مرتديلا بقلب الخلطة، تتركوها زي ما هي. هذا الشكل راح احط على الوجه شكل بس فليفلي. هيدا الشكل النهائي. هيدي طريقه البيض والرز البايت. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وبتمنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.